نعطيك الصحة سي عبد الرحمن جلطي. يعجبني فيك كمتابع ليك سي عبد الرحمن جلطي انه تحظى بشعبية كبيرة، سواء في الوقت اللي كنت تغني فيه وكي كنت شاب ولا الآن، فكل الناس تحب عبد الرحمن جلطي. هذا الحمد لله كما يقول لك، ودابور نشكر المسؤول تاعنا فريمون. ضحكت من قلبي باسكو خرج واش الشعب الجزائري واش يماجيني واش يفهم واش صار في الجزائر. وفيما يخص محبة الجماهير كما يقولوا، دائما هذا شرف لينا، والواحد اللي يبقى دائما يعني بعد مرور سنوات والناس تحبه والناس تحوس عليه والناس تسقسي عليه، يعني نظن باللي هذه مفخر اي انسان كان سياسي ولا رياضي ولا فنان ولا صحفي، ولا لان المحبه تجي سبونتانيمون كيما ريفكا سبحان الله العظيم. ما على باليش واش قال لهم، كنت حاب نعرف واش قال ابار لانيفرسير ابار لانيفرسير واش داير دي فيديو من قبل ولا باش الى اتيري. دونك وهذه كما قلت المحبه تاع الناس راس مال، وهذه كما دائما نقولها الناس يحبونا وحنا ما نعرفوهمش نعمه من عند الله سبحانه. عطيك الصحه على كل حال مره اخرى سي عبد الرحمن جلطي اللي راك معنا في مازال الحال. سؤال لكل الناس ربما راهي تبادر في او يتبادر في الاذهان، وين راك في هذه الفتره الاخيره؟ على كل حال صح والله، غير هذا السؤال راني كل يوم نتلاقى به، كل يوم يومين صباحا ولا مساء. يا الارتيست في الجيري صار له شويه كي الجوار تاع الفوتبال، مازال له تيتولار بصح يحطوه شويه في لاتوش. دونك مي صافي بارتي دو لا في، هذه هي الحياه. كما يقول لك ستان كومبا، الواحد كي نجو للدنيا نجو نبكو. دونك صافي دير باللي سي انسان دائما يتضارب. وعندي واحد الكلمه كان قالها لي محمد عجامي في بدايتي، يعني نعم. كنت في بدايتي كنت مازال ما سجلتش اول البوم، كانت عندي اغنيه سجلتها في الاداره في دار الاذاعه. قال لي شوف عبد الرحمن، قال لي عندك صوت شباب، قال لي والفن هذا واعر، قال لي واش كاين، قال لي لازم دائما تخبط يدك في الطابله صح، يعني كفاح وماهوش حاجه سهله. وهذه جوبونس ثاني تعاون الواحد باش دائما يبقى في العطاء ويمد، حتى ولو بعض الاحيان ما يبانش في التلفزيون ولا ما يبانش في الاذاعه، لان توصل واحد الوقت من جهتي انا نحب نجوز في التلفزيون كي تكون عندي حاجه جديده.